قالت زوجة لزوجها: إذا حضرني الموت كم تنتظر حتى تتزوج مرة أخرى؟ فقال لها الزوج: إلى أن يجف تراب قبرك. فقالت له: أتعدني بهذا؟ ابتسم الزوج وقال لها: أعدك. وبعد أن توفيت الزوجة أصبح الزوج يزور قبر زوجته كل يوم لمدة عام كامل، إلا أن القبر كان مبتلا لا يجف أبدا. وذات يوم ذهب الزوج إلى المقبرة في المساء فوجد أخاها في المقبرة، فسأله: ماذا تفعل هنا؟ فقال له: أنفذ وصية أختي، لقد طلبت مني قبل وفاتها أن أبلل تراب قبرها كل يومين. فعلا إن كيدهن عظيم، أحياء وأموات. أداء محمد حامد.